السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع مركب سحق بذور زيتية في منطقة كوتامة بولاية جيجل، واللي يعرف وتيرة جد متطورة بعد ما تم تسليم المشروع إلى شركة صينية، الآن في مراحل الأخيرة لإتمام هذا المشروع أنت إنتاج إذن زيت المائدة والزيوت الغذائية بصفة عامة، وكذلك إنتاج الأعلاف الحيوانية من مخلفات أنت البذور هذه اللي يتم سحقها وعصرها لإنتاج الزيت، والباقي يتم تحويله إلى أرضية للحيوانات. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول الأشغال نتاع المركب سحق البذور الزيتية في ولاية جيجل، والسلام عليكم. Thank you.